اي رقم كنت اعلنه اني نكتبه اللي هو يجينا نصا من دارة الصحه العامه من المركز الوطني للوقايه والسيطره على الامراض الانتقاليه، وانا مسؤول عن كلامي، ما يوم من الايام ابدا لا من قريب ولا من بعيد كان هناك اي تهويل او تسخيف او تبسيط او تلاعب اذا تحبين نسميه، كما تصل المعلومه كما ترد تعلن للناس، وهذا من حقهم في مثل هذه القضايا. اتهموكم اتهامات فظيعه بهذا الموضوع. فعندما كنا نكتب الرقم 5 مثلا اصابات او وفيات تصير 50 والعكس صحيح. فعلا. لما يكون العدد كبير اللي وردنا يقولون انتم تبالغون، واذا كان العدد قليل انتم تخفون الحقيقه. يزيدون الاعداد لانه على كل شخص ياخذون هالقد فلوس. اضطرينا اذا تذكرون ما اكتفينا بالموقف المكتوب، اضطرينا انه نسوي فيديو يومي. حتى يتاكدون. حتى يكون هذا موثق، يعني حتى الرقم ممكن انه عندما ينقل يتلاعب به، لكن الفيديو صعبه، هو هم ممكن حسب ما يقال. لكن اضطرينا انه على مدى سنتين ربما موقف كل يوم، وهذا امر مجهد جدا عندما تلتزم بموقف يعني يوم. يعني وقفتكم للامانه كانت وقفه مشرفه يعني الكادر الطبي والوزاره وكذا. فهاي واحده من التحديات اللي نواجهها.